احداث شفيع لو احنا بصينا لها لو بصيت لايه للكلام اللي اتكتب للعباره دي العباره. طب ليه ما تقولش ان هذا الغرب او الامبرياليه الامريكيه او انها حرب على الحضاره حضاره الاسلام او حضاره الشرق الاوسط او الحضاره العربيه. يعني طبعا انت نهيت على افغانستان كحضاره، تاني حضاره وانا شايف حضاره العراق، والان سوريا بتهدم، العراق اتهدمت، هل فيها حضاره اللي احنا كنا عارفينها؟ وانت بتيجي على هنا على مصر بتحاول دلوقتي، واحنا في نفس اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي مصر كلها في حاله اشتباكات. مصر الان انت بتدمر فكر الثقافة، انت بتمحي هوية ثقافية. انت مين؟ الغرب او امريكا بالاتفاق مع اي حد سين، انت بتهدم الهوية الثقافية للشعوب. احنا حضارتنا كبيرة جدا، والحضارة بتاعتنا ممتدة من ايام اسبانيا الى ما وراء بلاد النهر، فانت بتدمر حضارات لان هما بدون حضارة. اللي انا شايفه ان احنا اللي علمنا العالم واحنا اللي وصلنا. يعني كان في عبارة قالها استاذ الفاضل واحنا قاعدين كده، قال لك اللي عمله فؤاد طهطاوي واللي عمله محمد عبده فعلا الكلام ده، واحنا بنتفرج على الفيلم كلام في سر ما انا لقطها. ما انا ما سمعتوش، انا سمع هنخليه يقول اللي الناس هو الناس دي لما جاء راحت اتعلمت وجد فعلا. انت مين؟ رفعت طهطاوي ومحمد عبده لما سافروا بره وهم بيعلمونا. هو محمد علي لما بعت البعثات لبره عشان مين؟ عشان احنا نتعلم. جميل. واحنا كنا بنعلم العالم. جميل. طيب انت عايز تتكلم توفيق في اي حاجه؟ يعني انا من منظور تاني، انا يعني انا كان تعليقي للاستاذ، انا اقول يعني يجي بقى بتوع 6 ابريل ويجي الاشتراكيين الثوريين ويجي بتوع التنوير ويجي يعني انصار الحداثه يشوفوا المصيبه اللي احنا فيها. ده معناه ان احنا في يعني بنصرخ في وادي غير ذي زرع، وان الجسد المصري ده جسد غريب جدا ولا حد اجاد قراءته بكل اللي بيحصل ده. بمعنى كل المؤسسات الحديثه العلميه اللي بتدعي انها علميه وبتاخدنا للتنوير والتقدم يخرب بيت ابوها، ملهاش علاقه بالمصريين. المصريين هم هو اللي انت جبته ده، هذا الخليط الغريب. والخليط ده مش اريفجاه زي ما الاستاذ بيقول، ده كان رئيس مشيخة الطرق دي، ده كان الشيخ التفتزاني كان رئيس جامعه القاهره. يعني عارف يعني اكثر ناس علميين واكاديميين وتعلموا مناهج الغرب هم اللي بياخدوا الحكايه دي. فبالبلد كده يعني دول فؤاد، واحنا كل مظاهر الثوره وكل الثورات اللي حصلت وكل الفكر الاشتراكي وكل فكر التنوير من محمد علي وانت جاي